رجعوا على المعتقلين أكثر شيء. رزقني الحكمة دائما. أدعي أكثر شيء لأبني مريض لأني عنده نقص أكسجين. تعالى يختم لي آخرتي على الإيمان. شهر رمضان المبارك هو شهر التوبة والمغفرة. المسلمين بكل أنحاء الأرض بينتظروا هذا الشهر لحتى يتقربوا من الله تعالى وبيكثروا من العبادة والدعاء. سؤالنا لكم لليوم، شو هو الدعاء أو الأدعية اللي بتكثروا منهم بشهر رمضان؟ حلقة جديدة من رمضان بوب، أهلا وسهلا فيكم. أنا أكثر شيء اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طلب خاص لك بتطلبي من رب العالمين؟ رزقني الحكمة دائما. ليه شو سبب؟ بشوف الإنسان اللي عنده الحكمة بالحياة بيملك أشياء كتير، يعني بيقدر بيصير عنده يعني قدرات كتير رهيبة بأمور الحياة، يعني بيقدر يتعايش مع كتير أشياء. الله يطعمنا حسن الخاتمة أكتر شيء، ويفرج على أهلنا بسوريا رجعوا، على المعتقلين أكتر شيء، يعني هذا أكتر شيء بيحرق القلب حاليا. بتتجمع الناس وقت بتقعد تفطر بتتذكر أولادها. إلك حدا معتقل؟ هلا أنا يعني حدا بيخصني بيقربني لا، أما كل الناس كل الشباب أولادي كلهم أولادي. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عنا. هذا بستلم. ما في شيء معين عم تطلبيه من رب العالمين بما انه هو شهر استجابة الفرج عن بلاد الشام مو اكثر. الحمد لله رب العالمين. شيء خاص لك، دعاء خاص. الله يرضى على اولادي ويخلي لي اياهم يا رب، يحفظهم. امين يا رب. حضرتك؟ والله انا حاليا اني عم بدي اني اتخرج بسرعه يعني ان شاء الله، والله يسر امورنا. والله ما عندي، ادعي اكثر شيء لابني مريض لاني عنده نقص اكسجين، عم ندعي بلكي الله يهدي الوضع والبلد وكل واحد يرجع بيته بأمان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرة. هذا الدعاء دائم بعد كل صلاة. الدعاء لك لحضرتك لنفسك. دعاء دائما بعد كل صلاة، الله يغفرنا، الله يحسن إلينا، يحسن خاتمتنا. مثل ما قلت لك دعاء آتنا في الدنيا، فمن طلبت أنا من رب العالمين في الدنيا الخير الحسنة وفي الآخرة الحسنة وغفران لوالدي والمغفرة لي كمان، طلبت كل شيء يعني من رب العالمين، فالدعاء شمل كل شيء يعني. إنه هو دعاء شكل عام، إنه اللهم طول عمر أهلي وكذا، هو أكثر شيء استخفاء يعني أذكار المساء وأذكار الصبح بس. طيب في شيء عم تطلبي من رب العالمين خاصة إليك؟ يعني شغلات حياة بشكل عام. شيء خاصة إليك مثلا؟ يا رب نجحني، يا رب بدي هاي الشغلة. الإنجليزي هو أكثر شيء، إنه أتعلم إنجليزي بس. إن شاء الله. أنت حضرتك؟ والله أنا يعني كمان نفس ما قالت طول بعمر أهلي وهي، وكمان أدعي الله إنه تيسر هون أمورنا، نحن جايين جديد هون، وشان جنسية واللغة وهيك، ده أكثر دعاء بس. أي شيء للأولاد للزوج لأي شيء يعني، الحمد لله رب العالمين. طيب في شيء عم تطلبيه من رب العالمين خاص لنفسك ترجي منه؟ السترة، الرزق لأدنا ولأولادنا ولزوجنا، الحمد لله رب العالمين. الله يسر أمورنا ويختار لنا الخير يا رب، يعني هي أكثر شيء الواحد لازم يلاقي، يختار الخير كل شيء بنعمله. طيب في طلب عم ترجي من رب العالمين خاص فيك؟ هلا أكيد في، يعني واحد يسر أمور مستقبله كمان، أنا جاي لهون عمل رسم ماستر فشوي عندي مشاكل بالجامعة، يعني هيك بشكل عام. مستقبلي إن أكون مستقبلي هيك كويس وحلو موفق بالمستقبل يعني هيك. اكثر دعاء انه الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ويتقبل طاعتنا ويصلح حالنا من حال لافضل حال، ويسلمنا ويأمننا في اوطاننا، ويجعل بلاد المسلمين كلها امنه، ويبعث ارزاقنا وارزاق اولادنا، وما يحرمنا نعمه الامام. والله انا طلبي الشخصي انه الله سبحانه وتعالى يختم لي آخرتي على الإيمان.